السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم أعزائنا المشاهدين في دقائق صحية، راح أكون معكم بإذن الله طوال شهر رمضان الفضيل مواضيع مختلفة، ونشارككم في تقرير بعض الأفكار والسلوكيات الصحية الخاطئة، وبنضيف لكم المزيد من المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين الطبية. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. موضوع حلقتنا اليوم أعزائنا المشاهدين هو اضطرابات القدة الدرقية وخلل القدة الدرقية مع الصيام. القدة الدرقية هي القدة الموجودة في الرغبة أمام القصبة الهوائية، وهي المسؤولة عن إفراز الهرمونات من ضمنها هرمون الثيروكسين. هذا الهرمون هو المسؤول عن العمليات الحيوية داخل الجسم. يحدث هناك خلل واضطرابات بالقدة الدرقية، أما القدة الدرقية يصير فيها الفرط أو النشاط الزايد في نشاطها، وبالتالي يزيد إفراز هرمون الثيروكسين، أو ممكن يحدث الخلل الثاني وهو الخمول بالقدة الدرقية والكسل، وبالتالي يصير إفراز القدة الدرقية لهرمون الثيروكسين الإفراز البطيء والقليل. المرأة ممكن تحس بأعراض خمول القدة الدرقية، من ضمنها اللي هي تشتكي من آلام في المفاصل وفي العضلات، تشتكي من الخمول، تشتكي من الكسل، الميلان إلى النوم، وأيضا ممكن تشتكي من اضطرابات في الجهاز الهضمي، الأمساك، وأيضا ممكن تشتكي من اضطرابات بالدورة الشهرية. وجودنا الآن بشهر رمضان ومع الصيام، السؤال دائما يتكرر، متى هو الوقت المناسب لأخذ أدوية القدة الدرقية الثيروكسين؟ يفضل أن هي تأخذ على معدة فاضية، ومع شهر رمضان الدارسين والمهتمين بالمجال الطبي واللي عملوا الدراسات أكدوا أن الوقت المناسب لأخذ أدوية القدة الدرقية علاج الثيروكسين هو نص ساعة قبل السحور، ليتم عملية امتصاص هذا العلاج للجسم ويستفيد الجسم منه. هناك أيضا إرشادات إحنا نقدر نوجهها للمرضى بشهر رمضان اللي يأخذون أدوية الثيروكسين اللي عندهم خمول بالقدة الدرقية. عدم دمج أدوية القدة الدرقية الثيروكسين مع أدوية الحديد إذا كنت مصاب بنقص الحديد، وأيضا عدم دمج أدوية الثيروكسين علاج الثيروكسين مع أدوية الكالسيوم أو مع الأدوية اللي تستخدم لحموضة المعدة. هذه كلها عملية الدمج بيصير هناك تعطيل لفعالية العلاج اللي هو الثيروكسين، وبالتالي رايح يترك أثر على مفعول العلاج وعلى نشاط القدة الدرقية. النصيحة اللي احنا دائما نكررها في كل حلقاتنا اللي هو الاهتمام بالرياضة، يوميا نص ساعة المريض يمشي، وأيضا تناول الغذاء الصحي، هذا أيضا رايح يساعد المريض المصاب بخمول القدة الدرقية في الحفاظ على وزنه المثالي وفي التخلص من الأوزان الزايدة. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.